دابا غير كتكلم تيك براه كاع الحرام والحلال. ما كيمنعنيش باش نتكلم. كتجيني واحد النهار حسبتهم كتجيني 250 جمعه مباركه. لان الا خلقنا الفتنه في المجتمع الاسلامي راه ماشي غير المجتمع اللي مشى، راه حتى الدين مشى معاه. غير ما حنا توقفنا على التفكير ولا هما ما كانوا عندهم هذو اللي تيقولوا لهم دابا راه كاين الحلال والحرام. وهذا النص وهذه الجمله هذه اللي جات في خطاب جلاله الملك واللي قصد بها الحوار وقصد بها التفتح وقصد بها الاجتهاد كتستعمل اش يسميها كلمه حق يراد بها باطل كيستعملوها. دابا غير كتكلم تيك براه كاع الحرام والحلال ما كيمنعنيش باش نتكلم. العكس كنقول لها سير اجتهاد وسير قرا وسير دير وسير دير. هذا وانا هادشي علاش كندخل؟ انا بغيت نسمع للناس بغيت نسمع للمغاربه. دابا المغربي غير كتهضر معاه تيقول لك حرام وحلال تيقلب غير على الحرام. شكون ولا يسولك على الحرام ولا الحلال؟ كنتناقشوا في مواضيع متعدده خلينا نتناقشوا نتبادلوا الافكار. لانه اذا بقينا كنسدوا هكا غنخلقوا واحد الجيل تتعطى له التوجيهات وكيبقى غادي حتى يخرج في الحيط. هذا هو اللي خطير. خصنا جيل اللي يفكر وينتقد باش تكون عنده الاستقلاليه ويكون عنده القرار باش يخلق المستقبل. دابا كاع تمكنوا من هادشي ديال وسائل التواصل الاجتماعي غير كتحل وكينزل لك داكشي. كتجيني واحد النهار حسبتهم كتجيني 250 جمعه مباركه. شكرا على جمعه مباركه تنعرفها حتى انا. ولكن اخويا علاش انا تعمر لي التليفون ديالي؟ راه كنعرفها جمعه مباركه تنمشي نصلي الجمعه ونتهى الموضوع. واحد الهيمنه واحد السلطه واحد. انا بغيت انسان ما عندي مشكل يؤمن بالله ويصلي ويدير كل شيء وياك نفتح معاه حوار ونتناقشوا ونجلسوا نقولوا شنو هي المصلحه. لان الا خلقنا الفتنه في المجتمع الاسلامي راه ماشي غير المجتمع اللي مشى، راه حتى الدين مشى معاه. راه قوه المجتمع الاسلامي هو في هذا الحوار وفي هذا النقاش. انا تفاجات انا بهذوك الفقهاء السابقين. شحال من خطره كان نهز كتاب هكا قديم كنقرا وانا ورثت مكتبه اسلاميه من احد الفقهاء من سوس الله يجازيه بخير. نهار ما تصيفطها لي كوصيه وبقات عندي هذوك الكتب ديالو كنقراهم كنتفاجئ يا اخي. كنقول كيفاش هذوك الناس القدام متقدمين علينا؟ كاين شي حاجه غير ما حنا توقفنا على التفكير ولا هما ما كانوا عندهم هذو اللي تيقولوا لهم دابا راه كاين الحلال والحرام. كاين جوج الامور. لذلك ما عرفت علاش انا حنا كنترددوا في الحوار. خليهم يصدروا الاحكام ديالهم. نحيد درت العرض ولا شي واحد من هادو يناقش معايا الموضوع ديال العرض. كلهم غير وصفوني بالجاهل وصف نهار قلت الحريه الفرديه مشاو غير لهذاك الموضوع اللي تيهمهم في دماغهم واللي انا كاع ما فكرت فيه كاع وهي العلاقه بين الجنسين. انا كاع ما فكرت فيه كاع لان الحريه الفرديه ما فيهاش غير العلاقه، فيها التفكير فيها العمل فيها بناء المجتمع فيها مشاو غير لهذيك. قلت لهم هذا عندهم مشكل مع داك الشيء ظهر لي. لذلك انا هادشي علاش كنناقش وهادشي اللي تيهمني. وما بغيتش نجي ندير خطاب سياسي، بغيت نجي ندير خطاب ماشي فقهي انا لست فقيها. انا غير كان كنجتهد في حدود الخطا. بغيت غير باش يكون هناك نقاش نخرجوا من النقاش السياسي من اتهامات واتهامات المضادة الى مناقشه بعض القضايا الفقهيه. ربما 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 يرجع لنا الذكاء ديالنا اللي هو اساس بناء الفكر الاسلامي. معتزلة واحد اللي كفرهم وداروا نقاش كبير بدوك سخط الله وتناقشوا مع فرق اخرين. جا الغزالي قال رايه هذاك شغله. ولكن لما واحد ما كفرش المعتزله وما كفرش الغزالي وجا قال وجا دار الكتاب بن رشد وجا الاخر رد عليه هو مزيان يلا. احنا بن رشد وقالوا فضينا معاه نهائيا ما بقى عندنا حتى غير سميتو ما عندنا حتى شويه. كاين شي واحد يسمى ولد رشد. لذلك انا ادعوكم الى النقاش.